متابعينا صباح النور، ووصلنا لموضوعنا وعنوان هالفقرة حماية الأطفال في الأماكن العامة. يعني طبعا ضيفتنا دارين المصري، محامية ورئيسة كيد بروف الشرق الأوسط. يسعد لي صباحك استاذة دارين. بونجور ساشا، بونجور. أنا كثير دائما بضلني مبسوطة وقت أوصل لعندكم. ونحن كمان فيني أرد لك أيضا بونجور. دارين، تحت الهواء أعطيتينا هالكتيبين اللي هن موجهين للأهل، كيفية حماية الأطفال في الأماكن العامة. صح. بس يمكن أنا هيك بشكل سريع يعني تحت الهواء كنت عم شوفهم، حبيت المذكور staying safe is about being prepared. صح. يعني لنكون بأمان هي أنه نكون محصنين أو مستعدين. صح. يعني ما المقصود بحماية الأطفال؟ يعني إذا هو عنوان كتير كبير وحالات عديدة طبعا شفناها، وإن شاء الله ما حدا بيتعرض لهيك حوادث من الأهل من الأوقات. حماية الأطفال بالأماكن العامة أو في الأماكن العامة. الشيء قلتي كتير صح، هو كيد بروف نحن كتير منأمن منآمن إنه أي جريمة أو أي حادثة ضد طفل ممكن الوقاء منها وممكن التجنب عن إنه تحصل إذا الولد كان عنده المعلومات الكافية تقدر يحمي حاله، والأهل كان عنده المعلومات الكافية حتى يعرفوا كيف يتعاطوا مع ولدهم، يعرفوا كيف يحطوا الحدود، ويعرفوا كيف يعلموا أولادهم إنه يحموا حالهم. نحن كتير من آمن بأنه نعطي الولد القدرات الفكر النقدي، ونعطي الولد الأدوات يقدر يتعرف عن خطر، يعرف حاله أنه أنا هون بخطر، شو لازم وشو يتصرف، الخيار اللي بقدر أخده حتى أقدر أحمي حالي. فنحن التعليم الوقائي و to be prepared هي من أساس كيد بروف. فأول يعني أول دورة أو workshop اللي بنعملها مع الأولاد، ورشة عمل اللي بنعملها مع الأولاد عمر 3 سنين وطالع، هي حماية الأولاد بالمكان أو في الأماكن العامة. بعتقد أي أم عم تستمعنا اليوم صارت مع أنه منكون بالسوبر ماركت، بالمول، أمرار هلأ جاي العيد، حديقة عامة، حديقة عامة، في كتير عيال بيسافروا، يمكن يسافروا على تركيا، يمكن يسافروا على أي بلد وياخدوا العيلة مشان العيد. فكتير صارت أنه الولد بيضيع، وخاصة بلد غريب يعني ما نحن ما بنعرف شو لازم نتصرف، والولد مش معود يمكن على هالأماكن. صح. حضرتك قلتي أنه نعود الطفل أو نعلم الطفل ليكون في وقاية معينة. صح. أنتو ككيد بروف مباشرة تحكون ويا الولد في طريقة معينة أنه الأهل هم يوصلوها للولد ولا كيف؟ لا، نحن منفضل أنه أول شيء هي ورشة العمل بتكون مع الأولاد experts بتعليم الطفل بطريقه مسليه، بطريقه ما بتخوف، وبدون لمس عن البراءه الطفل. حلو. بس بيتعلم بالفعل وباكتيفيتيز، بيتعلم شو هن الستبس تا يكون بامان. لو كان هيدي الورشه او في عندنا مثل ما بتتذكروا سايبر سيفتي يعني السلامة على الانترنت او غيرها، فبهيدا العمر ثرو اكتيفيتيز بتعلموا شو هن الستبس. الستبس بخصوص شو لازم يتعلم الولد. فعلى هلا حتى كمان سافرنا وصرنا ببلد مثل تركيا أو بالمولات، بعرف بالكويت بتصير بالمولات كذا مكان، بكل مكان عام معقول تصير. أول ستيب ما ضروري الولد يتعلمون هن إنه أول ما يحس، لأن نعرف إنه هيدي الأمور بتصير أكترية الوقت بيتلاقوا، بيرجعوا بيلاقوا بعض، بس عم بيصير في حالات خطف، عم بيصير في حالات بيوس، يعني أي تحرش أو شيء إذا الولد بهالدقايق. فكل ثانية مهمة. هلأ هنقول شو الولد لازم يتعلم، وبعدين المفروض شو الأهل لازم يعرفوا كمان. اكزاكتلي ساشا. فاول شيء الولد، اذا اول ما تحس انه انت بطلت ماما عم بتشوفني او ضيعتني، وقف محلك. انا اكيد حارجع افتش عليك باخر مكان شفتك، واذا ضليتك عم تمشي حنضيع عن بعض اكثر. فانت اول ما تعمل ستوب، يعني لازم ضروري الولد يوقف، وما منروح مع اي حدا بدون ما تطلب اذني. معناتها اذا اجا سكيورتي جارد تا ياخذك تفتش علي، لا،
بتضلك محلي بتقول له انت لازم هو يلاقي الماما ويرجعها. طب ليستوعب الولد كل هالقصص اللي هن كثار وبعد بدنا نحكي عنهم بيكون باي عمر؟ ثلاث سنين. ايه وهيدا معمول يعني نحن كيد بروف بكل انحاء العالم صار له اكثر من 12 سنه مدروسين الكورسز حتى انه ينعطوا ويستوعبها الولد. وهيدا الكورس هيدي الورشه هي بس من عمر 3 سنين لست 7 سنين. أوكي. يعني من بعدها في شيء اكثر وبيكون اكثر اندبس. اذا يوقف محله ما يروح يتحرك لانه بالنهايه حتيجي ولد عنده. اوكي فستوب. بس هون الدقيق كثير مهم انه الولد لان كثير امرار بيجي سكيورتي جارد او بتجي شخص او رجال او اي حدا بيقول له حبيبي انت ضايع طب تعا معي نفتش على ماما وراح الولد. اوكي فمن المهم انه هيدي التعليم الاساسي. طب ذكرت مثلا رجال الامن يعني اليوم كمان بتعرف الولد استاذة دارين يمكن بس يضيع ما بقعد يفكر شو بده يعمل بيصير يبكي لانه الاشخاص اللي معلق فيها ما عم بيشوفهم. طب هالرجل الامن قرب لعنده ونحن عم نقول له غريب ما تقرب صوبه عمو سكيورتي يعني مش غريب ما تقرب ممنوع هي التعليم ممنوع تروح مع اي حدا لاي مكان بدون طلب الاذن فهيدي بتطبق على كل الحياه فالولد لان هيدي ساعتها اتس وان رول بيقدر يستوعبها لو مين مكان لو حتى لو اشخاص مكان. مسؤولين على الامن بهالاماكن الطفل ما حيقدر يميز انه هذا امن ولا لا اشخاص امن اخذين تدريب صح بيعرفوا انه مش لازم ياخذوا الولد وبيعرفوا انه اكيد مش لازم ياخذوا الولد على اوضه الامن بشي محل باخر المول مثلا اذا شخص بوليس مثلا بيعرف انه مش لازم ياخذ الولد الولد من المفروض وهيدا امنيا كل انحاء العالم المفروض يضل محله ونجيب له الام او البي لعنده مش ناخده لعندهم. اوكي فهيدا اي رجال امن مدربين مفروض يعرف هالشي ويطبق هالشي. تاني شغله انت اللي قلتيها مش ما بدنا نحن ليش بنعطي الدورات حتى الولد ما يعمل بانيك ويبكي. تاني ستيب هي فقلنا ستوب لوك يعني فتش علي بعيونك مش بإجريك فمن ستوب لوك بتفتش علي بعيونك مش بإجريك هلا لفي انه وقف وعم بفتش هيدا بنعطي الولد تايم انه يروق تو كالم داون. الولد اللي عم يبكي وعامل بانيك ومش عارف شو بدي اعمل بيكون فولنربل اكثر يعني معقول اكثر ينأذى او معرض اكثر انه ياخذ قرار غلط او دينجرس او خطر ويروح مع حدا مش لازم يروح معه. فنحن بدنا الولد يروح حتى يقدر يرجع يتسمع للانستينكت ومثل ما قلتي اذا تعلم الستبس ساعتها بطل خوفان. اوكي ثالث ستبس لسن لازم تسمع علي حيكون على الـ على الـ الانترفون عم بيكون في حدا عم بيحكي أبل. مبسوط فيها عمار الأول حيكون في أبل على التخفون إنه your mom is calling out فلسن for my voice سمع على صوتي إنه أنا عبايت لك وآخر شيء ان انا حكون عم بنهدلك واخر شيء كول اوت ضروري الولد اخر ستيب انه عيط ماما ماما لازم يقدر يعيط لهم لانه كمان ولد اللي عم بيجر اتنشن انتباه الاخرين الموجودين ايه عم يجر انتباه الاخرين كمان ساعتها اذا واحد بده يجي يخطفه ما حيجي يخطفه. طب انا بدي ارجع هون للنقطه يعني الولد بس يكون ضايع نحن بعالمنا العربي بنحب نساعد يعني ما فيك تشوفي ولد ضايع امه ما تقربي صوبه وتقولي له شو بك انا باخذك انه تعا معي بنشوف روح على يمكن غرفه الاستعلامات ما يقبل الولد يروح مين مكان بتعرفي في انا عمرار بعمل ورك شوب لاولاد عمرهم 7 سنين ما بيعرفوا لا اسم بيهم وامهم بيعيطوا لهم ماما وبابا وما بيعرفوا نيميرو التليفون فهو الاول شيء هلا لازم الاهل يعلموا اولادهم شو الفون نمبر شو رقم التليفون تبعهم وتاني شيء اسمهم الكامل اسم الاهل الكامل. تاني شيء بعد ما عمل هيدا الستبس ايه لازم يطلب المساعده اللي بنقول له للولد انه هل بيطلب مساعده لرجال او امراه حتى كمان السؤال قلنا له للولد السؤال لكم اكيد مرأة امرأة هو امرأة ومفضلا امرأة مع اولاد. ليش لا مش لانه الرجال كل الرجال غلط وكلهم بدهم يخطفوا لا بس هذا الصيت طالع علينا يعني نتقبله هلا في شغلتين statistically حسب الاحصاءات الرجال في انه chance اكثر انه يعمل جريمه يكون هو الخاطف
انه يكون يعمل جريمة اي نوع جريمة ضد الطفل. تاني شغلة الرجال كتير معقول انه يعني الامرأة حتضلها مع الطفل لحديث ما تجي امه, الرجال معقول كتير يرجع يسلمه لحدا تاني. أوكي. فهو من بيكون عندها هالامرأة بكون عندها غريزة الام يعني الام, فكتير بتضل معه لحديث ما he's reunited with his family with his mom يعني. وشغلة اكيد انه دا ينده ماما فما دا ينده بابا يعني, فعلى اكيد حكم ماما. صح فمشان هيك بنفضل امرأة او امرأة مع اطفال, بس لازم من الضرورة حتى لو امرأة مع اطفال الرول will never change, ما بيتغير, وهيدا الرول بيضل لعمره 16 لازم يضل محله. الام الماما تلفن بان احنا بدنا نساعد, بس منساعد بتطبيق حركات بتحمي يعني منا خطرة للطفل, ما بها اي شك, ما في اي شك, لانه اذا قلنا الام مع الاولاد مع الشيء والجارد سكريتي مع الشيء بتضيع التعصي. الافضل لا, افضل انه لا لازم ضلك محلك. هن تلفن على الماما اذا اخذ الولد وراح على الاوضه ما قول يتحرش فيه, اذا قال له حروح انا هروح اخدك عند الماما شوي شوي بينزل فيه وياه على الباركينج وبياخده يعني. يا ربي ما بقدر اتخيل هالحالة عم بتصير, بس هي عم بتصير بكثرة. مشان هيك نحن بصباح النور عم نسلط الضوء على هيك مواضيع كتير مهمة. طب متابعين ما موضوعنا المهم جدا وبعد في كتير نحكي عنه, ولكن بعد الفاصل إذا الله رب. حماية الأطفال في الأماكن العامة في حال ضاعوا, وهذا كل الناس معرضة لها. حكينا عن الأطفال شلون يتصرفون يعني بكيد بروف مباشرة, دي يشتغلون أول شيء مع الطفل في نقاط معينة قالت في القسم الأول من الموضوع. أما الآن فنتكلم على الشيء أو الشق اللي خاصة بالأهل, الأهل شلون لازم يتصرفون ليلقون طفلهم الضايع. سدارين بأي معنى أنه لازم يكونوا الأهل, إرشادات اللي أنت كنت تعطيها؟ إيه فمثل ما أنا لأن منعطي الطفل هو كيف يقدر يتصرف, بس بنعرف أنه الأهل هن المربيين الأول وهن اللي لازم يطبقوا ويكملوا التعليم مع الولد. فبكل ورشة ولد بيطلع له كتاب للأهل, وهو ساعتها البي أو الأم بيقدر يطلع عليه, وفي عنا كمان ورش منعلم الأهل. هلأ بخصوص هيدي الحادثة, إذا الولد ضاع حسيت أن أنت بمكان عام وضاع طفلك, أول شيء ضروري, والأهل بعرف الأمهات عنا أنه نحن أمرار منستحي, بدنا دايما نبين أن نحن الأم الأمر سيطر وأنه ما صار شيء غلط, كل شيء under control دايما. بس من المفروض لأن كل ثانية مهمة وقتها يكون طفل ضائع, فلازم تصرخي صرخي لولد يعني تلمي عليك العالم تعملي فيلم مصري بهالثاني يا لهوي يا لهوي. ضروري ضروري يعني to gather attention. أكتر في شي ناس عم بيعرفوا إنه في ولد ضايع أهم شي, بتعرفي بأرجنتين أرجنتين 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 وقت يكونوا على البحر وفي ولد بيشوفوه ضايع بصيروا بزقفوا, بتصير كل العالم بتزقف, لان مثلا انا عندي اولاد, اولادي حد بزقف ساعتها كل 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 العالم اللي على البحر اللي عنده ولد وما عم بتزقف تعرف انه انا ولدي ضايع وبتروح لعندهم. يعني كل العالم تشتغل سوا تا يرجعوا هالام والولد لبعض. فنفس الشيء اذا ابنك ضايع لازم تلمي مساعده العالم, هذا شيء كثير مهم. احنا بطريقتنا ما نصفق نصرف, احنا هلا طب بس حتى كمان أول. يمكن نحن يعني هي دغري الام بتفكر بالقصص الكبيره والصعبه يعني الولد راح ايه انه لا سمح الله يمكن خطفوه للولد, مش انه ضايع بمكانه وبعده واقف محله. يمكن بتصير تفكر انه لا معقول ارجع لاقيه. يعني انت هون عم تقولي كل ثانيه مهمه, يعني ما نفكر ونقول نحن مسيطرين على الوضع لا. والولد قريب منا وقادره لاقيه. You never know. باكثر مولات بلبنان من اهمهم ضاع ولد مثلا, الشيء المنيح انه دغري خبروا السكيورتي عملت حاجات لقوا الولد بس لقوه بايدين واحد عم بيركض. اوكي في كثير حالات عم بتصير واكيد مش بلبنان بس, بكل انحاء العالم العربي البوليس بيتعاملوا معهم ككيس باي كيس. المجلس الاعلى بالطفوله بلبنان ما عنده ستاتستكس يعني ما في احصاءات عم بتصير, بس الكيس بيصير وبيصير لخطف اعضاء جسم
سمعنا فيها كثير. فبصير يعني بينباع اكسترا، ما بدي فوت، مش طيب. انا مش هدفي طيب. التخويف، هذا بس ابنك ضاع من مسؤوليتك. ابني ضاع، عيتي اسمه، عيتي هيك، لان ضروري العالم تحس. تاني شغله، اكيد يكون عندك صوره جديده عنه مش وقتها هو بيبي، تعطي ديسكريبشنز، كان لابس جاكيت خضراء، كان لابسه فستان زاهر، كانت لابسه هيك، مش عمرها 3 سنين طولها هالقد، يعني حدا مظبوط. ايه فاشياء دغري بتلفت النظر، اوكي؟ دغري دغري دغري، واعطيهم وقولي وفرجي صور. ثالث شيء قولي للسكيورتي، اكيد ابعتي حدا يقول للسكيورتي، خبر السكيورتي، روح تعرف للسكيورتي. هذا كتير كتير مهم، لأن بيساعدوك وبيقدروا يطلعوا الخبر على كل المول. إذا أنت بالسوبر ماركت أو أنت بمحل، يطلعوا الخبر على كل المول، ينتشر الخبر، ينتشر، وهيدا فيها تنقص حياة. أهم شيء إنه تبلشي، وهيدول من FBI procedures really، إنه وقت تبلشي بدك تفتشي عليه، فتشي دايما بطريقة in a circular motion، دائرية، بطريقة دائرية عن اليمين، بلشي باليمين بطريقة دائرية. statistically الأولاد وقتا أو people يعني وقتا يتوهوا، الناس بس يضيعون أو يتوهوا، أو they wander off، يعني مثلا إنه زهقانة ماما عم تشتري لحمة فأنا بدي wander، بروح على اليمين، بنروح على اليمين. أوكي. فدايما وقتا مثلا let's say الـ FBI عندهم area تيفتشوا فيها، بيعملوا منطقة circular motion towards the right دائما. اوكي. فهيدا شيء كثير كثير مهم. ثاني شيء بلش فكري كمان شو الاشياء اللي قال عنك ابنك وبنتك من كم لحظه، يعني ماما كان بدي بونبون، ماما شفت هذا المحل في عنده هيك، تذكري شو قال، لان بيكون تركك وراح لهنيك. اذا مثلا هلا والعيد، فبيكون في مثلا اللي عاملين انه هون بابت شو او مسرحيه او هيك بقلب المولات، بصيروا بيعملوا لهم اكتيفيتيز وانت لا تعملي نشاطات ترفيهيه للاولاد. اكزاكتلي. فدائما دائما انه جربي تذكري وين هو راح. وفكري كابنك او بنتك، اذا انا ابني او بنتي ضاعت شو معقول تعمل، فكري مثلهم. وهون المهم انه تكون الام اوريدي معلمتهم هالستبس، اذا ما فاتوا على ورشه عمل كيد بروف الاولاد، اذا او اذا ما سمعونا بهالفقره واخذوا كل هالتعليمات، يعني حقول لنا الاهل كيف يعلموا الاولاد الستبس اللي قلناهم. فكثير امرار بنكون نحن بالسوبر ماركت بهالعمر، كثير هاي نتعلميهم عبر سيناريوز، يعني شيء شوفوه وساعتها تعلميه عبر هيدا الشيء. فمنشوف امرار ولد بالسوبر ماركت بعد عن امه او شيء من هالنوع، دغري تستعمل الام هيدا السيناريو، تقول لهم يا ماما اذا صار هيك معك اول شيء شو بتحس. ضروري هي has to identify a feeling، لازم يعني مو يترجم، يعني يعمل يحدد، يعطي شعوره، يعمل شعور بهال هيك. اذا انت دعت عن ماما او بطلت شفتني او حسيت انه دعت عني ايه او تفرقنا، شو بتحس؟ بخاف، ببكي، ليش؟ لان انت بعيده عني. بس ما بتعتقد حنرجع نلاقي بعض؟ اكيد نرجع نلاقي بعض. شو فينا نعمل، شو فيك تعمل حتى اتاكد انه نرجع نتلاقى؟ فهون خلي هو يفكر شو لازم الحلول أعمل. شلون يوصل اكزاكتلي. ضروري ان هو يقدر يلاقي الحلول ويفكر، وبعدين شوي شوي بتصيري بتساعديه، اللي هن ستوب انه لازم توقف، لان انا حكون عم فتش عليك، لوك فتش علي بعيونك مش باجريك، لسن انا حكون عم صرخ لك وعم صرخ اسمك، انت كول اوت، انت كمان عيط لي، حتى الولد كمان يكون عم بيجذب عليك انتباه. الولد اللي قاعد بكورنر، يعني قاعد بزاويه وعم بيبكي وماما ما حدا حيكون منتبه له، ما حدا يعني منتبه له. اي حدا عنده سوء النيه بتقرب له، تعا يا حبيبي، تعا معي، تعا معي، و والطريقة اللي قلتيها كتير مهمة، يعني بين الأم والطفل من ناحية التواصل أو كيف بدها تفهمه على هالنقاط، يعني مش بطريقة عم بتخوفه إنه أنا بدي أقول لك إذا ضاعت شو لازم تعمل، لازم يعني في طريقة معينة من ناحية مشهدية نقدر نستعملها. Exactly. لا يمكن الولد يكون قاعد، ليش بدي تضيع؟ ليه حضيع؟ حتتركيني؟ ليه بدك تاني تضيع؟ عرفتي؟ بس إذا كنا already بانفايرمنت، يعني بسوبر ماركت كنا بهالانفايرمنت هيدا، ونشاف ولد
الولد بعد تبقى علقان براسه القصه اكثر وبيشوف انه شيء معقول يصير وساعتها من هيك وضروري تقول له انه انا حكون عم فتش عليك فمشان هيك اول ستيب هي انه وقف لان انا حكون عم فتش عليك بنحس الولد منك لوحدك انا حكون من جهتي عم بعمل ستيبس تلاقيك. طيب شلون الطريقه انه نعلمه على التليفون يطي الرقم يقول الاسم صحيح؟ رحنا كمان بالوركشوب لانه الطريقه كثير حلوه بيقدروا يستعملوها الاهل تبع اولادهم على نيميرو التليفون رقم التليفون هو انه عبر غنية مثلا اذا الولد حنغني لك فخيخ جاك اوكي ما عندي مشكله بالعكس حنغني لك تونكل تونكل ليتل ستار اليوم لان هيتك جوينج اون فرنش منسجم بالفرنش تعبتيني بالانجليزي ما نعرف الفرنسي فحنعمل فخيخ جاك مثلا ف هلا حألف رقم فضلي. بس مثلا 030 صوتي مش كثير حلو بس 030 301 بهالطريقة ايه فهيك بطريقة الغنية او اي غنية مفضلة عند الولد فبطريقة الغنية من حفظه النيميرو التليفون تبع الماما تبع البابا وضروري اسم اهله والاسم شلون؟ هم اغنية؟ ماما شو اسمها؟ ماما دارين وبابا ضروري هيدي بدون أغنية بعتقد بس أوكي. اسم ما تتوقعوا انه الولد منه ذكي لا الولد ذكي معتبرين انه الاولاد كلهم ذكي وبيفهم بسرعة وبيقدر يستوعب وبالعكس بهدول انفورماسيون ضروري تعرف اسم ماما والنيميرو التليفون هو بينبسط حتشوف الولد انه انبسط لانه قويناه بهالسلف كونفيدنس يعني صار عنده ومعلومات شغلة ما اعرف اجت ببالي يعني كونش بكت بروف وعلى هالاساس انه عندكم هالمؤسسة وتشتغلون في ناس اكيد تشتغلون وياهم في حالات نجحت بهذا الموضوع اللي تطيتهم اياه يعني ايه هلا انفورشنتلي لانه ما قدرنا نجيب الفيديو بس نحن بنعلم الولد اخر شيء اذا حدا اخده من الضروره انه anything goes يعني بتعض بت ب ب لا ما فينا نقول له للولد انه بلش العاب كاراتيه وعمل هيدا الموف واي شيء اذا قدرته هو شو قادر يعمل شو ما كان قادر يعمل اي شيء اي وسيله العض شد شعر دروب كيك سكريم anything goes وهذا الشيء كثير ضروري اذا صار حدا اخذك بدون ما تطلب اذني وبدون ما يطلب اذنك دغري لازم حدا ما تعرفه راسا بلش اضربه اضرب وصرخ وعض وكل شيء كل شيء كل شيء اوكي ففي افكتفلي بقلب سوبر ماركت بنشوف بالسكيورتي بالسكيورتي كاميرا مال السكيورتي نعم بنشوف البريدتور يعني رجال عم بتمشى بالاول بعدين بنشوف بنت بيعدت عن امها بيقوم هو بيجي بياخدها من هول سوبر ماركت كثير كبار بيقوم هو بياخدها وبنشوفه فايت بالانجل تبع السكيورتي حاملها ومنشوف البنت عم تضرب وتهيدا وبعدين بتخبرنا البنت انه هي عضته ولان هو هيك حاملها اوكي فهي عم تصرخ وشيز كيكينج يعني عم تضرب باجريا وهيك وعضته وكل هيدا الشيء وصارت تصرخ فكتير عم تاخد اتنشن يعني كتير العالم عم بيلاحظوها بقوم بيتركها وبيهرب بس بينلقط مع التحفظ هنا على العنف لما ينعلم الطفل انه يكون في عنف معين هذا الشيء خاصه باي شخص غريب ممكن ياخذ ليدافع عن نفسه فالتوضيح المسالتين للطفل ليكون واضح اكزاكتلي وهون هي نوز بس ضروري الولد هلا الان هون بنفوت بالتعامل مع الغرباء نحن بنعلم ما بعرف قد ايه معنا وقت بس على السريع تقريبا 40 ثانية تفضلي المهم انه نحن دائما نعلم الولد انه هو مش الغريب اللي بنخاف منه بس الفعل او التصرف الغريب فمن المهم وقت وبنعلمه كيف يتسمع للانستينكت الغريز لغريزته نعم. فوقت يحس حاله انه هو ان دينجر والحدا فات على البيرسونال سبيس تبعه وهو ما خلاه وهيدا ايه لازم يستعمل اي وسيله تيهرب لان هون عندنا ثواني نعم. واي بس الثريت من الغريب اذا قال له انه يا بتهديد معي هيك اي تهديد ما بنسمع له نعمل اي أوكي. وسيله تنهرب يعني كمان موضوع ثاني يمكن احنا عم نحكي عن الحمايه او الوقايه بس في بعض مواضيع كثير مهمه ان شاء الله بنطلق لها تبع شكرا لك دارين اهلا وسهلا فيك بليجر ثانكس استراحه ونتابع للتواصل ويانا ببرنامج صباح النور تقدرون إرسال رسائل قصيرة SMS على الأرقام التالية وللمشاركة بالبرنامج مباشرة على الهواء
يرجى الاتصال على الأرقام التالية.